الرياكسيون ديالهم بان ليا الحمد لله داكشي غادي ديال الله بوحدو بلا بوستينغ بلا دفاع بلا شركات بلا تخربيق ولا والو. كنصاوبو داكشي ديالنا كنلوحو كيعجب الناس والحمد لله ربي ميسر داكشي. اش عندي فتنا داك 16 شحال هادي كون مشيت نخبط امو، ولكن صدق الدنيا بات ما هو مون بيبي مون بيبي ولا اخر موماني ما فهمتش والو انا والله ما فهمتش حاجه. ياك مون بيبي هو الدنيا بات اخويا الوكيل قال لك دنيا بات ما هي مون بيبي 50 مليون دوي مع الوكيل. حلينا صالون جديد سميتو الكارتيل في عين الشوق الاناره في شارع القدس حدا شارع جوج مارس حدا قهوة شرم الشيخ، والحمد لله داكشي ميسر ومازال بزاف د اللعيبات اخرين ان شاء الله في الزيروكات وما بعد ذلك. عندي فيتشرينغ مع ايهاب امير ودي جي سول اي جاي ان شاء الله قريب، وتراك نقي 100% و ما نقدرش نقول لكم على السوجي وداك الشيء، ولكن غيعجبكم بزاف ديال بصح شي حاجه اخرى نيفو اخر. اعوذ بالله من قول الله ما بلان والو داز هذا دا فهمتي راك عارف تيراش راش ناس في القائمه. ضروري جايين شي لعيبات دابا مع دي جي اوروبيان و امريكان دي فيتشرينغ مع دي دراري امريكان و يوروب و سميتو كونترات راك عارف ديك الساعات راه نيفو اخر، ولكن الاساس ديال هادشي هو بلادي. حنا تنموتو على بلادنا، انا مغربي و جيت ندير موسيقى مغربيه و جيت ندير موسيقى ديال 2020 اللي هي فيوجن بحال اللي قال مراد مجود اللي هي ميكس بتوين ماشي راي ماشي راب ماشي تنديروا الراب 100% سيك واللي دوا نعطي نمو، ولكن عاوتاني في نفس الوقت انا موسيقي وكنقاد جميع انواع الموسيقى، يعني قدر تكون شي لعيبه الهربه لاي. خويا البولفار بان ليا خلع الله وصافي خليني ساكت، داروا لي داكشي ديال المافيا لي فيستيفال حنا مازال تنشوفوا هادشي داكشي بان ليا ديال المافيا شادين الناس لي كاش ديالهم وقادين الغرض، ولكن احنا على مولانا. كلمة أخيرة هي شكرا جزيلا لسا تي في، ديما كتساندوني ديما تسبورتيوني ميرسي بوكو، وكنسبورتيكم في نفس الوقت. هاد الشيء مزيان لي جون ماروكان يديروا الانفوغرافي ويديروا الفيديوغرافي ويديروا الصحافة الإعلامية للواقعية، وانا متاخر بكم.